مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي الجولة الثامنة. نرجو منكم لا تنسوا من فضلكم لايك والاشتراك بالقناة وشكرا لكم. هذه المباراة سوف يستقبلها ملعب كينغ فهد انترناسيونال ستاديوم بالرياض. اما توقيت المباراة سوف يكون كالتالي: في تمام الساعة 8 مساء بكل من توقيت السعودية وقطر، والساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بكل من توقيت المغرب والجزائر وتونس. اما بالنسبة للقنوات النقلية للمباراة القوية بين الهلال والنصر، قناة SS Sport HD1 الناقل الحصري لهذه المباراة بتعليق جعفر الصليح. نتمنى لكم اعزائي كرام فرجة ممتعة، ولا تنسوا من فضلكم لايك والاشتراك بالقناة وشكرا لكم، ونضرب لكم موعد في المواعيد المقبلة.